السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هيكون يعني شرح جديد على اليوتيوب، وهكون معاكم. شرف ليا طبعا حضراتكم هتسمعوني. مبدئيا كده أنا اسمي عز الدين مصطفى. الأكسس دوت يعتبر حاجة كويسة جدا جدا، وحاجة مفهومة ومعروفة وسهلة، وإن شاء الله بإذن الله هنحاول أبسط المعلومة للمستمع، وأي سؤال إن شاء الله هكون تحت أمره في أي وقت. يعني اكتب الأسئلة على القناة. أول حاجة بنخش عليها الأكسس عن طريق البرنامج نفسه اللي هو المايكروسوفت أوفيس. ده بيظهر حاجة اسمها مايكروسوفت أكسس 2010. بتخش على بلانك داتابيز، بتخش على زي ما انت شايفين كده، هو ظهرت الحاجات دي بتختفي عن طريق السهم ده، وبتظهر عن طريق السهم ده زي ما انت شايفين كده. اول حاجة التيبل لازم نعرفها. اول حاجة التيبل، بعد كده استعلام، بعد كده تقارير، بعد كده فورم. اول حاجة مفيش تيبل يبقى مفيش برنامج، خلاص يعني اهم حاجة ده. لو مفيش تيبل يبقى مفيش برنامج، يبقى ملوش اي لازمة خالص، مفيش اي حاجة. في تيبل يبقى في برنامج وفي استعلام وفي نموذج وفي كل حاجة وفي التقارير. يبقى انا يعني انا بقصد بيه، بقصد بيقول لك ان التيبل ده هو الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، هو الموتور بتاع العربية، هو القلب بتاع الانسان. يعني اهم حاجة التيبل اللي هو الجدول. طب الاستعلام ده وظيفته ايه؟ اللي هو بيفلتر التيبل، بيفلترها بحاجات معينة. مثلا يعني الاستعلام ده التيبل ده موجود مثلا مرتبات موظفين من 1000 ل 1500، ده بيفلتر لي اللي حاصلين مرتبهم 1200 بالظبط، بيفلترهم لي اللي مرتبهم 1200 بس. التقرير ده بيبقى بصورة، بياخد اللي بياخد من الاستعلام او بياخد من هنا من التيبل، يبقى على شكل ورقة تقدر تطبعها. يعني التقرير ده عبارة عن شكل ورقة تقدر ايه تطبعها. طب النموذج ده بايه؟ النموذج ده اللي هو الافندي اللي قاعد شغال على البرنامج، بيديله ضوابط معينة يقدر يخش ويدخل وصلاحيات. ما يقدرش يتحكم في الاستعلام، ولا يقدر يتحكم في التقارير، ولا يقدر يتحكم في التيبو، الا في الشروط المسموح له او في الحدود المسموح له. يبقى احنا كده اول حاجة عرفنا التيبل والاستعلام. طب عايزين نشوف عملي. التيبل ده انشاء التيبل، ده انشاء الاستعلام، ده انشاء الفورم، ده انشاء التقارير. هنعرف ان شاء الله الحاجات دي بقى ايه في الفترة الجاية. طب خلينا كده نعرف انت هتصمم انهي برنامج وبرنامج عربية. يعني احنا عايزين نشوف اول حاجة برنامج بنشوفها ايه عشان نصممه. اول حاجة في البرنامج بنشوفها، عايزين نبدأ واحدة واحدة ونمشي خطوة خطوة لحد الاحتراف. يبقى اول حاجة بنشوفها الشكل ده. طبعا الحاجات دي مش تظهر، هتختفي، بس انا فاتح البرنامج. يبقى اول حاجه بنشوفها ايه؟ ترحيب بالبرنامج والايقونه البرنامج. يبقى احنا مطلوب مننا دلوقتي نصمم الايقونه الخاصه بالبرنامج. سهله جدا نصمم الايقونه. بتخش على باوربوينت، وبنعمل شكل أيقونة البرنامج. إن شاء الله الأيقونة دي هي الإيه، نختار شكل أيقونة البرنامج مثلا بالشكل ده، مموجة، كليك اليمين، ما انتوا شايفين مموجة اهي. نكتب اسم البرنامج، كليك يمين، دي ان مثلا، دي ان،
طبعا احنا لسه في 2017، بس احنا بنعمل برنامج على يعني هيطول معانا لحد 2018. البرنامج مش سهل، البرنامج هيقعد معاك كتير عشان تخلصه. هنكبر بس شوية، دي نحاول نعمل نجمة يعني عشان يبقى الأيقونة شكلها لطيف شوية. ونخلي النجمة دي يا سيدي لونها ماشي، نخليها لونها بقى موف. طب ودي شكلها حلو، دي نخليها كده شكلها حلو شوية. تعالى يا سيدي خليها جوه شوية كده، خليها موف. بعد كده دوس كنترول ايه، بعد كده بنسيف الصورة دي، خليها في الديسكتوب دلوقتي عشان تظهر بسرعة. يبقى احنا كده عملنا الأيقونة، ناقص اللي هو الشكل ده. الشكل ده فورم، ما ينفعش ولا يبقى نموذج، ولا ينفعش ولا يبقى تقرير ولا يبقى استعلام، عشان فيها زرار فيها تحكمات. يبقى هنصمم الفورم. تصميم الفورم فين، او فورم ديزاين، هنخش عليه. عايزين يا حاجة من الاتنين، يا نلون الفورم يا نجيب صورة وخلاص نعملها خلفية. انت رأيكوا ايه؟ نجيب صورة، نديها صورة. الصورة الخلفية هنجيبها ازاي؟ تعال نشوف، نشيل بس الحاجات دي وايه، هنشوف الصورة الخلفية. طب انت عندكم خلفية كتير، انا شايف دي لذيذة شوية. بدوس اتنين برنت على الخلفية دي ونحطها على بايند اللي هو بتاع الرسام ده. بعد كده ايه، بنحطها هنا نظبطها يعني تمام كده. هنسيف سيف از، ونحاول بقى ايه نحافظ على الصور دي، نشيلها في اي حتة بحيث ما تطوحش مننا عشان ممكن نحتاجها تاني كتير. هندوس كليك اليمين، خد بالك بقى كويس عشان تعمل خلفية للبرنامج او خلفية لهوس البرنامج نفسه. دي اول حاجة تظهر في البرنامج. هندوس كليك اليمين هنا، او كليك يمين، في النقطة دي هنشوف هنا البيكتشر. بيكتشر هي ظهرت اهي. هنختار الايقونة فين، في ديسك توب. تعال نشوف هي دي راحت فين، تختفي. هسجلها فين؟ طب ثانية، هي شكلها مش محتاجة اقول بقى ولا ايه؟ محتاجة اقول فايل ده، هي دي شكلها بس مش عارف ظهر. تعالى اعمل لها جيف ولا اي حاجة. ماشي، هنزيفها في حتة بقى بحيث تبان بسرعة. نحطها فوق جوه فولدر، اسم الفولدر ده ونشوف بتروح فين. احنا قلنا هنا البيكتشر فولدر اسمه فولدر 3. ايوه ظهر ده، كان مختفية فين. هنقعد بقى نزحزح كده لحد ما نجيب اخر الصورة وهكذا. ايوه بالظبط كده، ونسيف اول فورم. انا مش عا... انا يعني ايه، انا عملت برامج كتير، تسميه الفورم ملوش اي لازمه. انت عايز تجيب الفورم معين هتجيبه، يعني هتجيبه خلاص، ملهاش داعي بقى نقعد نسمي الفورم ده فوق ده. اوعى تكتب الفورم بالعربي، اوعى تكتب حاجه هنا بالعربي، اوعى، ولا هنا في التيبل. يبقى احنا اول حاجه عملناها ايه؟ طب دي بقى مش زي دي ليه؟ صغيرة اهي، مع ان انا عاملها صغيرة. يبقى أول حاجة لازم نشيل الحاجات دي. يبقى كليك يمين زاجن فيو، ونضغط على ديت ونشيل الحاجة دي. تعالى نشوف ايه اللي حصل تاني. نضغط عليها كده. شفت بقى
جايبك مساحة طويلة وعريضة على الفاضي. لا، يبقى احنا محتاجين نعمل لها يعني ايه، حاجة كنزة كده يعني كلاسيك. اه دي خلي دي يس ودي يس عند الأول. خلاص يبقى احنا كده. طب احنا عايزين نخليها في النص. ما بقول لك بقى ده برنامج وهيدوشك والموضوع مش سهل، لازم تتعلم كل حاجة يعني. يبقى هندوس على الاول دي واوتو سنتر ويسو. على فكرة كل حاجة بتعرفها خلاص بتتسجل في مخك، مش محتاج ان ايه، مش محتاج تعرفها من مني ماراتون يعني، دارة تانية يعني. زي ما انت شايفين اهو في النص والدنيا حلوة اوي اوي اوي. طب عايزين ندرك الايقونة، ندركها ازاي؟ كليك يمين تسجل فيو وندوس هنا اهو، ولا ما تدوسي ادراك بيكتشر، اعمل اي حاجة هنا بالظبط. عايزين بقى نعرف الايقونة راحت فين. تقريبا هي دي اهي، يبقى ده اسم، ده ايقونة البرنامج. كبر بقى ولا تصغر اللي يريحك. ده ايقونة البرنامج. خلاص خلاص، محتاجين هنا زرارين اللي هو ايه، الدخول والخروج. يبقى الزرارين اهو يا سيدي، البوتون ادي واحد، هنظبط مقاساته. الخروج، الخروج، ونعمل له بقى ايه، لون موحد. يا ريت بقى يكون لون موحد، هو اللون ده، ويكون تخين كده اهو. الكتابة والكتابة نقف عليها تاني، كليك كنترول سي وكنترول في علشان يجي هنا، تضمن تيجي في نفس المقاس، ونكتب هنا الدخول. وحاول بالظبط كده اللي احنا وصلناها او نحطه في مكان كده مميز، بحيث يبقى ايه، يبقى شكل البرنامج شكله محترم شوية وهكذا. يبقى اول حاجة بتظهر اللي هو اسم ايقونة البرنامج، الدخول والخروج. طبعا الموضوع مش متوسطن شوية، بس نحاول نوسطنه. تمام كده. انا دلوقتي لو دخلت وخرجت مش هيدخلني على طول على دي، مش هيجيب لي دي على طول. حتى بص لازم نسيف الاول هو ايه، ان 18 ده يبقى 0 0 0 0 2 سيف. بص بقى هيحصل ايه، لازم نقفل بس الاوت اهو. زي ما انتوا شايفين ما جاتليش خالص. طب مش معنى التانية جات لي اللي هي في البرنامج التاني. اهو جات لي اهي من غير اي حاجه، جات لي دي. ان شاء الله بقى من بدأ الحلقه الجايه هنعمل الحركه دي اللي تظهر الايقونه على طول مباشره، ونخلي الزرار يخرج زي كده. طلع بره طبعا دي عشان ملخبطين شويه، عشان ما تلخبطش. انت بتخش كده اهو، بتعمل خروج خرج. ازاي نعملها، وازاي المره الجايه نعمل دخول يدخلك في برنامج، البرنامج الهاوسنج الاول للبرنامج. ان شاء الله هنصمم البتاع دوت اللي هو مركز النور ده او اي حاجه. والكلمه دي لازم تتغير، خد بالك الكلمه دي لازم تتغير في كل النموذج. يعني مثلا لو انا غيرت المركز مع عن طريق المحكم، يعني مثلا هو عن البرنامج عشان تفهم بس، عشان الموضوع اصلا مش سهل يا جماعه. الموضوع فين هنا، تسميه البانر. يعني مثلا لو عملت مثلا ايه، ماشي خليها الكلمه دي وخلاص. ماشي، مجرد ما اخرج خلاص سجلت زي ما انتم شايفين اهو في كل النماذج، في كل التقارير خلاص، فالكلمه بتتغير. فعشان اوصل الصوره انا لازم اعملها، مش عارف اشرح كتير. كل ده هياخد وقت، كل اللي عليكم ان شاء الله ان انتوا تصبروا شويه
الاحتراف، وموضوع ان شاء الله هيكون سهل وبسيط، وانا معاكم باذن الله يعني في اي وقت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة ان شاء الله. الجزء الثاني زي ما قلت هنشرح اللي هو الدخول والخروج، ونعمل اول هاوسنج للبرنامج، ونقدر نشتغل واحدة واحدة وبتقنية عالية جدا بإذن الله.